السؤال الثاني يقول: ما هي اليمين الغموس؟ وما حكم من يحلف على شيء ويضمر في نفسه خلافه؟ فهل يعد كذبا ويحنث في يمينه وتقع عليه الكفارة؟ اليمين الغموس هي التي يحلف فيها على أمر ماض كاذبا متعمدا، كأن يخبر بخبر أنه حصل كذا أو أنه صار كذا وهو كاذب ومتعمد لهذا، فهي يمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من كبائر الذنوب. كذلك لو اليمين التي يحلفها لترويج سلعته في البيع والشراء وهو كاذب، كأن يحلف أنه أعطي فيها من الثمن كذا وكذا، أو أنها من النوع الجيد أو ما أشبه ذلك، فإذا اتخذ اليمين لترويج سلعته وهو كاذب فإن هذا من اليمين الغموس، ويجب على المسلم أن يحذر منها وأن يتجنبها. قد ورد الوعيد الشديد في من يجعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وأخبر أنها ممحقة للبركة. فالحاصل أن المسلم في مندوحة عن مثل هذا، وفي الصدق بركة، وفي الغش والخديعة محق البركة والآثام.